المطلوب في هذه الجلسة ناخذ قرارات صعبة رغم الظروف والتحديات الاقتصادية. نعم، عندنا أزمة اقتصادية كبيرة والرواتب متعطلة، ولكن بكل تأكيد اليوم إن شاء الله تنحل موضوع الرواتب، ولكن في نفس الوقت يجب أن نعمل ننطي استثناء بوضع خاص لمدينة الناصرية. ذي قار تعني الكثير للعراق، تعني العلماء، تعني المثقفين، وتعني الثروة كذلك. احنا عندنا مشروع نفطي راح يكون اهم مشروع في العراق، وقعنا مذكرة تفاهم اولية. اتمنى من السادة الوزراء ان ينطون جهد كبير ومتابعة لما ناخذ من قرارات فيما يخص محافظة ذي قار، تستحق من عندنا الكثير. قد طتنا الكثير ما انطينا شيء حقيقة. انطتنا شهداء، انطتنا علماء، انطتنا مثقفين، وانطتنا تاريخ نفتخر به. غير من غير معقول مقابل هذه التضحيات وهذه العطاء من هذه المحافظة يكون شوية يعني نبخس حقها ومن نطيع حقها. حقيقة يعني مدينة تبكي، يعني توجع. ذولا أهلنا بالنتيجة وإحنا مسؤولين عليها. أتمنى من السادة الوزراء، السيد المحافظ يقدم تقرير حول محافظة ذي قار، ومن السادة الوزراء نحط إنذار حقيقي لمتابعة كل المشاريع في هذه المحافظة. ما أدري استخدم كلمة منكوبة، بس مدينة حقيقة متعرضة للتهميش منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد هاللحظة، وما بعد 2003 كل القادة السياسيين أغلبهم من هالمحافظة. ما قدمنا لها شيء، خل قدمنا شيء، نحاول بهذا الوضع الاقتصادي بهذا الظرف نحتاج نعطي اهتمام.